هلا وسهلا فيكم في برنامجكم وش صاير، معاكم عبد المحسن اللافي. الرسائل، وما أدراك ما الرسائل، تغنوا فيها الفنانين على مر السنين. محمد عبده في السبعينات قال لا تردين الرسائل، وش أسوي بالورق؟ يعني لما أرسلك لا تردين الرسالة برسالة، أقول لك اشتقت تردين وأنا أكثر، وش أسوي بالورق؟ وفي الألفينات عايض قال كل يوم أكتب لك أكثر من رسالة والقى كل اللي كتبته لك مسحته. يعني تجلس تكتب بهالرسالة وقبل ما ترسلها تقراها وتقرر أنك تمسحها، تكتشف أنها لك مو لغيرك، كلام ما ينفع تقوله، بعض الكلام يموت لما نرسله. المهم، من السبعينات لليوم تطورت وسيلة الرسالة والهدف واحد. طيب أصدمكم أنه مو هذا موضوعنا. موضوعنا بوست نشره مستشار التواصل طارق الأحمري يوضح فيه أدبيات الرسالة. تغريدة الأحمري جابت 227 ألف مشاهدة، عرض من خلاله نموذج محادثة صحيح ونموذج خاطئ. خلونا نستعرض الخاطئ. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله، بشرني عنك بخير، الله يسلمك، عندي سؤال إذا تسمح. تفضل أخوي. ممكن إذا ما في خطر على صحتك تكتب كلامك كله دفعة واحدة، لا تكتب كل جملة لوحدها وتنتظر الرد. طيب خلونا نشوف النموذج الصحيح. الله، خلاص شفتوه؟ أجل للحديث عن هذا الموضوع أكثر، معانا المختص في مجال التواصل الأستاذ عبد الله الفوزان. يا هلا وسهلا أخوي عبد المحسن، نمسي عليك وعلى أستاذ المشاهدين. يا هلا فيك، يا مرحبا. الموضوع هذا على بساطته، على قد ما هو مهم، لأنه كلنا عندنا واتساب، كلنا توصلنا رسائل كثيرة في اليوم الواحد. وش أدبيات التواصل اليوم في الواتساب أو في السوشيال ميديا بشكل عام؟ طبعا اكيد اليوم ثوره منصات التواصل الاجتماعي تطغى على العالم اجمع، واليوم احنا نتكلم في المملكه، يعني نعيش ثوره هائله في استخدام منصات التواصل الاجتماعي. طبعا اخوي عبد المحسن، حسب تقرير اصدرته هيئه الاتصالات والفضاء والتقنيه في عام 2023، بان اللي يستخدمون الانترنت في المملكه 90% منهم يستخدمون الواتساب، وهو المنصه رقم واحد في المملكه. هو المنصة اللي تجمع الأفراد بمختلف الأعمار بمختلف المناصب، وهي المنصة اللي فيها كافة أفراد المجتمع، فأكثر استخدام المنصات التواصل الاجتماعي هي منصة الواتساب. طبعا الحين خلينا نتكلم عن الأدبيات، لكن خلينا نرجع شوي خطوة للوراء ونتكلم بشكل أعمى. اليوم العملية الاتصالية تمر بعدة خطوات، وهذا هو الأساس في العملية الاتصالية منذ بدأت البشرية. في مرسل اللي يرسل الرسالة، وفي رسالة اللي هي المحتوى، وفي وسيلة اللي هي القناة اللي نتكلم عنها عن الواتساب، وفي المستقبل اللي هو المستهدف، وفي رجعة صدى اللي هو الرد. طبعا الرسالة الاتصالية، أو خلينا أقول لك الرسالة اللي تتم عبر الواتساب، لازم يكون فيها قواعد، لازم يكون فيها أدبية. إيش قواعد؟ إحنا علينا بالمرسل هذا، الله يهدي ويصلحه إن شاء الله. طيب إيش قواعد كتابة الرسالة في الواتساب؟ طيب ممتاز. اليوم قواعد إرسال الرسائل في الواتساب هي قواعد بسيطة وسريعة جدا. أول شيء لازم تكون الرسالة واضحة. واضحة كيف؟ واضحة في معناها، في محتواها، أنها توصل للفرد بشكل واضح ويسهل القراءة. رقم اثنين، مباشرة، يعني نوع الطلب المراد، يعني أنت وش تبي في البداية. يعني مثل النموذج اللي استعرضت قبل قليل واللي استعرضه الأستاذ طارق الأحمري، أن في سلسلة رسائل لين وصل للطلب. المعنى أنها تكون مباشرة، والقاعدة أنها تكون مباشرة، أرسل الطلب مباشرة. رقم ثلاثة، لازم تكون رسالة سريعة، بمعنى أن اليوم توصلها بشكل سريع، لازم تكون فيها الطلب واضح وسريع ومباشر، لأن اليوم نعيش في عالم السارع. اليوم أنا ما أستقبل الرسالة بس منك، ما أستقبل رسالة الواتساب بس منك. اليوم الفرد يستقبل في الوقت عدة رسائل، سواء نتكلم عن منصة الواتساب، سواء نتكلم عن منصات أخرى.
فاليوم هذه القواعد مهمة جدا. إضافة إلى هذا الشيء، اليوم أنا لما بخاطب مثلا شيء شخص لأول مرة أخاطبه لازم أراعي فيها المستويات المختلفة. كيف المستويات المختلفة؟ نتكلم عن المستوى التعليمي، نتكلم عن المستوى الثقافي، نتكلم عن المستوى الاجتماعي. اليوم الرسالة لازم لابد إني أراعي هذه النقاط فيها حتى إنها توصل للفرد ويفهمها بشكل واضح. طب حلو، إذن قواعد يا جماعة حسب الأستاذ عبد الله الفوزان، قواعد إرسال الرسالة في الواتساب: واحد، واضحة، اثنين، مباشرة، ثلاثة، سريعة. سريعة بالضبط. معناته اللي يرسل فويس نوت مدته 10 دقائق، هذا إيش أسوي معه أنا؟ هل لازم أني أنا أسمع الفويس نوت هذا؟ المقطع الصوتي؟ عشان كذا منصة الواتساب حطت خدمة تسريع الفويس نوت. صح صح. طيب هل تفرق الرسالة لما تكون لزميل في العمل أو لصديق؟ طبعا هذه فيها فروقات جدا كبيرة. اليوم التواصل مع الأصدقاء غالبا ترى غير محدد بوقت. اليوم أقدر أتواصل مع صديق لي في أي وقت، عكس زملاء العمل اللي يكون مرتبط بينهم وقت في أوقات العمل إلا في حالة معينة، العمل الطارئ إلى في حالة. طيب بالنسبة للبرودكاستات اللي توصلنا كل شوية وإحنا ما نبغاها، إيش نعمل معها؟ الجروبات صراحة هذه أزمة يواجهها كافة أفراد المجتمع. طبعا. اليوم الشخص يضيفك في قناة لإرسال الرسائل وما عاد يشيل. اليوم أعتقد الحل الأمثل هو مصارحة الشخص، يعني أنا والله. طب وإذا زعل؟ أنا أعرف ناس صار بينهم مشاكل على الموضوع هذا. صحيح، لا هذا لغة الخطاب والمحتوى الرسالة جدا مهم. خويا جدا مهم. اليوم هو أرسل الرسالة أنت ما تريها، ما يعني إنك ترد عليه بلغة غاضبة، لابد أن يكون لغة متوسطة خفيفة. اليوم إذا سمحت أنا غير مستهدف أو غير مهتم في هذا النوع من الرسائل، أتمنى أنك تزيلني من هذه القناة. لأنه اضطرينا الآن نعمل ميوت، نصمت كل الجروبات والبرودكاستات، فلما يجينا شيء مهم ما نشوفه. عشان كذا أقول لك لابد اليوم عنصر المصارحة يكون موجود وعنصر اللطافة في المصارحة أيضا. طيب بالنسبة مثلا للناس اللي تتصل في الواتساب نبغى رسالة لهم تكفى، يعني من الخاطر، من القلب للقلب. طبعا اليوم هذا يعني احنا نتكلم اليوم عن أبرز الأخطاء الشائعة في منصة الواتساب هو الاتصال. اليوم ظهوري أنا كمتصل لا يعني أني متوفر سواء للاتصال الهاتفي أو متوفر أني أرد عليه. اليوم وجود الواتساب قد يكون لعمل، قد يكون لمهمة طارئة، قد يكون لظرف طارئ، قد يكون لأهل. فاليوم الاتصال يعني رجاء لا يكون إلا في حالات ضرورية جدا لا يتطلب فيها التأجيل. طيب تحس إنه المحادثات الكتابية هذه عبر الجوال طيحت ميانة مع أشخاص؟ لا بدري يا حبيبي، يعني ناخذ وقت شوية وحبة حبة، لأنه الرسائل تخليك تحس إنه يعني ماخذ علي بزيادة. اي بالضبط. اليوم خليني اقول لك اليوم مثل ما كان في بداية المداخلة ان اليوم منصات التواصل الاجتماعي ثورة. فهذه ثورة اغنت عن التواصل الشخصي المباشر، الناس صاروا يستغنون عن التواصل الشخصي المباشر في الرسائل الواتساب، صاروا يتواصلون بشكل عفوي وحتى لو اني ما امن عليك ادي اخذ واعطي معك. طبعا هذه فيها ناحية إيجابية هي العفوية، وفيها ناحية أيضا سلبية هي خلينا نقول مراعاة الطرف الآخر. الطرف الآخر قد يكون لها سليم معين، قد يفهم رسائل في معنى معين، قد يفكر بتفكير معين، لأن هنا الاستغلالات غير موجودة. لذلك لا يمكن التمييز بين الرسائل السلبية والإيجابية أو المحايدة حتى. الأستاذ عبد الله الفوزان المختص في مجال الإعلام والتواصل، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمتها لنا في وش صاير. شكرا لك أخوي عبد المحسن. الله يخليك. بعد قليل في وش صاير، رسينا على بر يا أم خالد. حبايبنا هلا فيكم مرة ثانية بهذه الفقرة، خلوني أستقبل نواف العصيمي وشوف وش صاير. أهلا يا هلا فيك. اليوم ما عندنا وش صاير، اليوم عندنا خطوط حمراء، عندنا علامات حمراء، عندنا خطوط حمراء، عندنا تحذيرات حمراء. المركز الوطني الإرشادي للأمن السبراني نزل تحذير عالي الخطورة
موضوع تحديثات منتجات أبل. فالآن أي شخص عنده من منتجات أبل فيه ثغرات أمنية، الحقوا حدثوا جوالاتكم أجهزتكم اللي من أبل. من جدك أنت؟ إيه نعم. ترى فعلا قبل يومين واحد من الشباب كل شوي قاعد ينسحب من حسابه في الأبل فلوس، دق على البنك قالوا له احتيال، فالموضوع ثغرة. قفلوا بطاقاته على فكرة. طبعا شوف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عندنا متفاعل جدا مع الأحداث، متفاعل جدا مع الأخبار أولا بأول، فهو ينزل لك إياها من بدري. فإن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله إحنا لسه ما تضررنا أو ممكن ما وصلنا الضرر، ولكن أولا بأول حدث الجهاز، حدث منتجات أبل اللي معاك. دائما السباقين أول ما يسمعون خبر، أول ما يسمعون شيء ينشرون، فهذا تحذير وعالي ترى مو بسهل. علشان الناس تستفيد، كيف يعني حدث الجهاز؟ ادخل على الاعدادات، ادخل على عام، راح تلقى تحديث البرامج، تحديث نفس البرنامج اللي يدير الجهاز مش التطبيقات العاديه، نفس السوفت وير اللي يدير كامل الجهاز هذا لازم يتحدث عن طريق الاعدادات. ممتاز ممتاز. نعم. جدا. هذا التحذير الاول. بعد في تحذير ثاني؟ التحذير الثاني في خط احمر ثاني، كلمه كريستيانو عمك. يا جماعة الخير، يا شباب، يا مراهقين، يا كرويين، ترى في قضية الآن يتكلم عنها المحامي تركي الحصوصة لشاب عمره 17 سنة من محبين ومشجعين اللاعب المعروف كريستيانو رونالدو، وعنده أحد الأصدقاء من محبين ومشجعين اللاعب المعروف ميسي، وصارت بينهم مناوشات بالكلام. كريستيانو عمك هذه كلمة مرة مشهورة. صار الأخ اللي شجع كريستيانو دائما يستفز اللي شجع ميسي، ويبدو إنه يعني يبدو إنه استهزأ فيه أو تعدى عليه بالكلام. في فيديو للموضوع هذا؟ الفيديو اللي تكلم فيه المحامي، خلينا نشوف المحامي إيش قال. يب. شجع كريستيانو أساء بشكل مبالغ فيه وأهان زميله اللي شجع ميسي أمام زملائهم. طبعا اللي شجع ميسي شلها في قلبه وما خلاها، وهم في نفس المدرسة طبعاً، ولا خل الموضوع يمر مرور كرام. شفت مثل ما ذكر المحامي، وصلت المرحلة إلى اعتداء، إجراءات قانونية، قد يسجن. يا ساتر، لا 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 دقيقة، خذني واحدة واحدة. الحين إذا أنا قلت لك، إذا قلت لك أنا ما راح أقول كريستيانو عمك، أنا قلتها كأني، المهم مثال هذا يعني ما نطبق. نوريك الإجراءات. علي عقوبة؟ لا لا، مش عليك انك انت قلت كريستيانو عمك، انا اتكلم الطرف الثاني لما انت تستفزه. مو انت سمعت القصه، بعد ما هذا استفزه واستهزأ فيه اللي شجع كريستيانو، الشخص اللي شجع ميسي اللي تاثر من الكلام وزعل تربص له عند المدرسه واعتدى عليه. طبعا ابو كريستيانو عمك برضه رجع رد على هذاك، وصل الموضوع الى الشرطه، وصل الموضوع الى اجراءات قانونيه. الان الاثنين متضررين، الاثنين مصابين، الاثنين راح يعاقبون على التعدي اللي صار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا كريستيانو ولا ميسي دروا عنهم، ولا كريستيانو ولا ميسي دروا عنهم. وإحنا نقول الحمد لله إنه الموضوع إن شاء الله إنه إجراءات نظامية، وسجن وما سجن، ولا إيقاف ولا عقوبة، ما وصلت أرواح، ما وصلت دم. الحمد لله على نعمة العقل بس. أي والله. فبرضه يعني هذه رسالة مو بس لكريستيانو عمك، هذه رسالة حتى في بلاي ستيشن، تلعب بلاي ستيشن، للمذيعين إذا في مذيع يؤذي مذيع ينتبه. في الانمي ون بيس عمك برضو هذه منتشرة. ون بيس عم. فأنت لا تستفز اللي قدامك، إذا تعرف الشخص اللي قدامك ما يتحمل لا تضغطه أكثر، وأنت إذا إنسان عصبي انتبه تتعدى حدودك، لا تروح تتضرر. ترى هذا التحذير الثاني. التحذير الثالث، أم خالد ودير بالطلاق. كلنا نعرف أم خالد المشهورة في التيك توك، أظن عندها تقريبا 6 مليون، وكانت دائما تصور هي وزوجها وولدهم خالد وحياتهم اليوميه. ماوا اللي صار انه في احد الاحداث انهم انفصلوا، قاموا جو الناس انتوا كيف تنفصلوا، احنا نحبكم متابعينكم متاثرين فيكم. رجعوا مره ثانيه انفصلوا. طبعا كل هذا كله يصور، ترى كل الاحداث دي والتفاعلات تصير بتصوير. اخر شيء حصل انه ام خالد نزلت بفيديو بعد ما ظهرت انها او بعد ما اظهرت انها اعتدى عليها ابو يعني خالد. هي رجعت له ابو خالد. نعم. ورجعوا انفصلوا مره ثانيه، ورجع تكلم لانه اعتدى عليها. اعتدى عليها نعم بالضرب، وصورت كدمات وصورت اصابات فيها وكذا. الان في فيديو جديد لها تتكلم وتهدد، تقول ترى انا لو تكلمت عن التفاصيل يا ابو خالد ما راح تقدر تمشي في الشارع. فالتحذير الثالث هذا يا جماعه الخير، تمالكوا اعصابكم وتمالكوا حياتكم الشخصيه،
لا تظهروها للكل الآن. طبعًا هي متنرفزة أم خالد في الفيديو الأخير تقول إنه الناس صاروا يتواصلون معاها يقولوا ترى أبو خالد يعني يدعي الفضيلة ونبغاكم تتصالحون وكذا. فهي جالسة ترد عليهم تقول لهم لا أنتم ما تدرون إيش سوى، أنتم ما تعرفون التفاصيل يعني الأشياء اللي سواها. أنا لو تكلمت عنها ترى ما راح يقدر يطلع في الشارع بعد كذا، ما راح يقدر يمشي قدامكم بعد كذا. في فيديو في لها الفيديو بس خلينا نشوف الفيديو اللي تتكلم فيه. موجوعة موجوعة ووجعي ده مش هيعدي. لو دخلت جوه تفاصيل والنعمة الشريفة ما هتعرف تمشي في الشارع من الكسوف والخجل. دي اخرتي يا واطي، دي اخرتي، دي اخرتي، دار ده داري الجميل. فنرجع التحذير الثالث، لموا صركم، لموا حياتكم الشخصية، لا تطلعوها. يعني شوف هي متنرفزة الآن في تفاصيل مرة كثير على كلامها، بس هي متنرفزة إنه الناس قاعدين يقولوا لها ترى أبو خالد كويس، أبو خالد ارجعي له. فشوفها تنرفزت وطلعت، خصوصا إنه أم خالد لها جمهور كبير ويحبونهم مع بعض جدا، يحبون الثنائي هذا. وزعلوا بشكل غير منطقي، مقاطع كثير انتشرت إنه الناس حزينة لأنهم انفصلوا. طب هي اعتدى عليها حسب كلامه. أنا متأكد الآن هو يبغى يطلع يدافع عن نفسه، فحيطلع بفيديو ويقول إيش تقصدي بالتفاصيل، حترجع وما حيخلص. الناس حتمل بالأخير وحيصير الموضوع هذا غير مهم بالنسبة لهم، وهم الاثنين متضررين، أم خالد وأبو خالد، سواء كملوا مع بعض أو انفصلوا لسه حتكونوا متضررين بسبب نشركم لحياتكم الشخصية على السوشيال ميديا. ما تشوف أنه جالسة تحرق نفسها بهالحركات؟ شوف المشاهير غريبين صراحة. أنا أتوقع أنهم يعتقدون لا شيء كويس. طيب خلونا نستقبل معانا شموخ القحطاني ونشوف وش عندها من مواضيع. وعليكم السلام. يا مرحبا، يقولون جهزت لنا خبر قوي اليوم. اي والله خبر قوي منرفزني. لا منرفزك كمان. اي والله منرفزني. هو الموضوع صراحة كثير له مؤيدين وكثير له معارضين، والمقطع البدر الذيابي، خلونا نشوفه بعدها نتكلم. أنا أشوف كل مشهورة أو مشهورة عندهم معجبين وعندهم كارهين. أنا ما أبغى أحد يكون عند زوجتي معجب غيري، فأنا أرفض، مستحيل يكون مشهور. أنا لو كيفي خليتها زوجة بيت، مستحيل أخليها تعمل حتى عمل. مو مشهورة، أنا مستحيل أخليها تعمل. خليك أنت في بيتك، في مطبخك، في شغلك، وزي باقي العلوم علي. والله كفو كطيب. كفو، بس ما فيها إجحاف عليها شوي؟ لا لا ما في إجحاف، أنا بعطيها اللي تبغاه كله. إيش تبغى؟ تبغى راتب؟ تبغى شهرة عشان ثراء؟ أنا أعطيها اللي تبغاه، استقعد في بيتها. يمكن تبغى يعني لا لا. تثبت وجودها. لا لا تثبت وجودها بالمطبخ، الله يعطيها العافية. قبل لا أقرأ الكومنت صراحة أنا بأخذ رأيكم عن المقطع هذا، بيشوف كيف تفكيركم. أنا أشوف إنه من حقه يختار زوجة مو متواجدة في السوشيال ميديا، مو بغصب. هو ما منعها المرأة، ومنع نفسه أن يتزوج واحدة موجودة في السوشيال ميديا. رأيه حقه كيفه. أنا كأني شايف السيناريو هذا قبل كذا. شخص قال أنا مستحيل أتزوج مشهورة، وراح أتزوج مشهورة وصار ترند. يا أخي لا تصرح بالأشياء هذه، حتتغير مبادئك، حتتغير أفكارك. ما أحس صح. أنا مع نواف، بس فكرتي هنا في الموضوع إنه هو ما يبغاها مشهورة ولا يبغاها تشتغل. يعني هو يقول أنا بعطيك راتب وتقعدين في المطبخ. طيب مكانها المطبخ يعني. يبحث عن واحدة ما تبغى تشتغل ولا تبغى تصير مشهورة، وهو بيدفع لها راتب. الله يوفقهم. إحنا الحين البنات إمكانياتنا صارت يعني عالية، فهل بيدفع لي راتب تغطي كل إمكانيتي؟ لا. أيوة، بس زي ما في رجل ما يبغى مرأة موجودة في السوشيال ميديا، أكيد في مرأة ما تبغى تكون في السوشيال ميديا. الله يوفق راسين. طيب بالحلال، مع السلامة. ممكن حتى أنا ما أبغى رجل بالسوشيال ميديا. أيضا من حقك بالمطبخ. أيضا من حقك لو طلع موجود في السوشيال ميديا أرفضيه. هي المصيبة وين؟ وين؟ لما يروح يتزوج واحدة مشهورة ويقول لها قاعدة في البيت. ولو طيب يبغى يتزوج واحدة موظفة ويقول لها لا أنا منعك من الوظيفة تماما وخلاص أنت مكانك المطبخ. والمصيبة الأكبر لما يصدمها بعد الزواج إنه أنا ما أبغاك موظفة. إيه. بس ويحطها في المطبخ. أنا نقطتي لو من الأساس راح بحث عن الشيء اللي هو يبغاه ووجدها، الله يوفقهم، ما في مشكلة بالعكس. ما راح يلقى، بس أوكي. لولا يعني اختلاف الأذواق لبارة السلع، يعني زي ما في رجال مختلفين. إنه المرأة سلعة؟ انت تاخذ الاشياء بشكل حر. هل صحيح؟ هل تقول اخت
اختلاف السلع انت تاخذ الاشياء بشكل حرفي. ايضا الرجل سلعه في هذا المثال للطرفين. اوكي صح. طيب خلونا نشوف الكومنت. التغريده الاولى مع تربل 3 تقول الظاهر الكلمه هذه بتصير محتوى الشباب من تالي، كل من بغى محتوى اثاره جدل قال ما بي مشهوره. انا اشوف اني معها صراحه. واحمد يقول انعم واكرم ولد الرجال هذا، تزوجه بنتك كنت مغمض بيعيشها ملكه في بيتها وباذن الله يلاقي هالملكه، لان بعض البنات لا مهما قدرتها رفعتها فوق الا تبي الاهانه والتعب. ايش قصده يعني؟ ايش قصده؟ صدق وش قصده؟ ليش الاهانه والتعب اذا هي تبي تشتغل على نفسها والدو يعني. المهم خلينا نشوف سحر اديت بدر ديابي شيء حلو، كان صريح من البدايه وتكلم شنو يحب وشنو يريد بالعلاقه، احسن ما يتزوجها عامله ويجبرها، كل شخص يدور اللي يناسبه وكثير بنات يحبون قعده البيت. ما ادري صراحه. جوري بنت عبد الرحمن تقول بغض النظر عن نهايه كلامه حبيت هذه لما قال انا ما ابغى يكون عند زوجتي معجب غيري، حتى لما ابغى زوجي يكون عنده معجبه غيري. انت مشهوره شموخ. طيب يعني ما تحسين انه في تناقض؟ لا فأنت مشهورة وتبغين زوجك غير مشهور علشان لا تصير. إذا مثلا معجب. زوجي عادي إنه أنا مثلا مستقبليا يعني إنه عادي أنا ما يعني إنه أنا أصير مشهورة هو عادي برضو عندي، لكن إذا أجبرني مثلا أو قال لا أنا ما بيك. ما في إجبار، تقدرين ترضين من الأساس. من الأساس أنت تبغاني غير مشهورة مع السلامة إذا هذا الموضوع يهمك. أنا عارفة بس إنه لو أنا مشهورة وهو مشهور ما هو لي أمرك ترى لسه ما هو بزوجك يعني لسه بتقدم. لو بعدين انا اتكلم عن بعدين. لو قال لي اتزوجنا خلاص اطلع من السوشيال ميديا، وش احنا راح نسوي؟ راح ننفصل عن بعض عشان هذا الموضوع؟ ليه الدراما كلها؟ انت تحسين الموضوع يمسك الموضوع هذا بالذات؟ اي اكيد يمسني، انا بنت بالسوشيال ميديا صحيح، فاكيد كل البنات اللي بالسوشيال ميديا يمسهم هذا الموضوع. طب انا برضو كشاب متقبل جدا انه بكره اذا جت اتقدم لبنت ترفضني لاني معروف، ممكن ما تبغى لما نطلع في الشارع الناس تقعد طالع فينا، الناس تقعد تصورنا، صح ممكن. بتغار ممكن فحتقبل ترى. يعني ما أتوقع أنه الموضوع يمس المرأة فقط، يعني الرجل ترى ما قال شيء يزعل. لا تطالع فيني، أنا أرفض الزواج من مشهورة وأرفض الزواج من غير مشهورة. أنا ضد أنا يعني ضد البنات. لا لا مو ضد البنات، أنا الحلقة مراقبة. فأنا هو موحد، هو متزوج خلاص راح. لا مشهورة فكونا من المواضيع هذه. نوجه تحية لزوجتك عبر الشاشة وشوف لي ملتزم يعني. نعم وبس هذه فقرتي لهذا اليوم. أنت خذي شهيق سفير، الأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وبالعكس هذه فرصة لك أنك تلقين الرجل اللي عقليته مناسبة لعقليتك إن شاء الله. أيوة أنت كذا استثنيت فئة من الناس اللي ما يناسبونك في نهاية اليوم إن شاء الله. شوف واضح أنه فقد الأمل. شكرا شموخ. شكرا لك. شكرا نواف. نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل، ما هو مصير المنتخب السعودي؟ ما بغينا يا إيرفي رينارد ما بغينا، فرحة الشعب السعودي بعودة المدرب الفرنسي لقيادة المنتخب خلتنا كلنا نقول له بصوت واحد عاد الهوى عاد، عاد الحبيب الأولي. وفي التفاصيل أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني أنهم توصلوا لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية. وهنا بدأت الحمد لله تعم الأفراح وتنتشر بخلاصنا من المتعجرف اللي ما كنا ندري نلقاها من الشكل والأداء الهزيل للمنتخب، ولا تصريحاته ومبرراته الاستفزازية، ولا حركاته الغريبة زي اللقطة الشهيرة في مباراة كوريا. خذ بقايا ذكرياتك والأماني ومن وقتها بدأت الأخبار تطلع وتنتشر عن الاسم الجديد بين أسماء مدربين وطنيين، وبين الأسطورة الفرنسية زيزو، وبين البرازيلي تيتي، وغيره من الأسماء. بس لأنه الوضع حساس جدا والمنتخب ما يتحمل أي خسارة لأي نقطة أخرى عشان نضمن التأهل المباشر لكأس العالم، كان لازم نختار اسم نعرفه
ويعرفنا زين حافظ اللاعبين السعوديين وفهمهم، فكان رينارد الخيار الأمثل، ونشر الحساب الرسمي للمنتخب مقطع على منصة إكس مع جملة لقد عاد. I did not intend to leave. But when your country knock on your door, you have to respond. My connection with Saudi, the fans, the players, and all the memories that I can never forget. I did not finish my story with Saudi. And thank God. We are playing for the country! أما خوينا رينارد فلو ما جانا منه إلا مباراة الأرجنتين الشهيرة والفرحة السعودية اللي دخلت كل بيت يومها بالانتصار وهزيمة بطل العالم الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، فما بالكم أنه سجله معنا في المباريات الرسمية 21 مباراة منها 14 فوز وأربعة تعادلات وثلاثة خسائر فقط، وأنه استلم منتخبنا وتصنيفه الدولي 68 وتركه وهو في المركز 49 عالميا. وطبعا برجعته بدأت تنتشر أخبار قوية عن عودة اللاعبين المستبعدين وأبرزهم القائد سلمان الفرج والبريك وغيرهم، وهذا خلى الكل يقول لي رينارد هلا بالطيب الغالي. What are we doing here? This is a pressing. And pressing doesn't mean you will go high. Messi, last time, Messi at the middle of the pitch. He has the ball. You stay in front of the defense. دورة مع ميسي انت قاعد تلعب. You want to go to Ali to mark him in the middle. تبغى علي يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه. Take your phone. You can make a picture with him if you want. You're in front of the defense. You have no money. He's going to follow. Respect the fan. 60,000. احترم الجمهور 60,000 جاي عشاننا. It was a friendly game first half. الشوط الأول كان كأنه مباراة ودية. وطبعا مستحيل نجيب طاري مباراة الأرجنتين الشهيرة وما نتذكر المقطع الرائع لفرحة سمو الهمنة الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه بهالمباراة والانتصار الرائع. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لا تنسون تتفاعلون معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. وقبل الختام لو فاتكم تشوفون الفن على أصوله مع الطفل اللي غنى لماح للفنان عايض، نخليكم تشوفونه ضمن فقرة وش فاتك. في أمان الله. أعتذر كثرة مزاحي وضحكي.